مع الطريقة دي كابتن فتحي واخد الكابتن عادل الطريقة، كابتن فتحي بيتكلم على الطريقة. حضرتك شفت تغير شوية في طريقة لعب النادي الأهلي قبل الكورونا، كنا بنلعب 4-2-3-1، في الفترات الأخيرة بدأ يشتغل على 4-4-2. وجهة نظرك الفنية كابتن أنهي الأنسب؟ ويمكن كابتن سامي قمصان كان موجود قال طبيعي إن كل فرقة لازم تحفظ طريقتين، ممكن أحتاج الطريقة دي، لكن شكل النادي الأهلي في 4-2-3-1 أفضل ولا 4-4-2؟ بس في نقطة أنا يمكن نسيتها إن أنا أكملها، وهي إنه فايلر محتاج ماتشين الوداد وإن شاء الله الماتش النهائي، محتاج اللعيبة اللي عندها الخبرة الدولية ويركز عليها جدا. انا بكتبها هو عشان هقولها دخل خبره دي في غايه الاهميه، خبرات الافريقيه في غايه الاهميه. انا عايز اخش ماتش الوداد وانا معايا من 18 ل 20 لاعب، معظمهم خبرات والشباب الناضج، دايما اقول شباب ناضج اللي هو 27 سنه 26 سنه زي السوليه وزي الباقي يعني، وطبعا في الصغيرين زي هاني والمجموعه الثانيه. فدي هتبقى مهمه جدا ان انا بركز على ال 20 دول، واللي هو بيدورهم من بدايه الموسم الولاد اللي هم مش جاهزين زي حسين الشحات زي كهربا زي محمود وحيد، لانك انت ممكن جدا لا قدر الله اي اصابه تحصل يبقى دايما البديل جاهز. انا بفضل ان يبقى علي معلول مع محمود وحيد يبقى في ماتش وماتش، بحيث ان انا في خلال الفتره اللي جايه عندي 6 ماتشات، ده بياخد 3 ماتشات وده 3 ماتشات، ويبقى في عندهم ال وقت الراجل يعني. الراجل بيركز قوي على نتيجه المباراه علشان ما يحصلش استرخاء زي ما كان جوزيه بيعمل. صح، يبقى الفريق كسبان وعامل نتائج مشرفه جدا ويروح داخل ويخلق مشكله عشان يحاول ان هو يستفزهم علشان يبتدوا يرجعوا تاني. اي عمليه ما يبقاش بس في خمول في النتائج، يعني حصل خمول الماتش بالك الماتش كده كده مش فارق معايا النتيجه، فيبدا في خمول في الاداء دوت، فعمليه الدفع كمان والدفع انك لازم تكسب المباراه رغم عدم اهميتها على مستوى النتيجه، لكن على مستوى المعنوي وعلى مستوى التحفيز مهم جدا انك تكسب. ده في حاجه مهمه جدا، احنا بنلعب كره قدم ليه؟ كره القدم بنلعبها علشان المتعه، انت بتمتع جمهورك، انت بتمتع جمهورك ولا هو انت يعني ما تلعبش كويس وبعدين تجيب جول اي حاجه في اخر؟ لا، انت بتمتع. الكوره اتعملت عشان الناس تستمتع، بتاخد اسرتك وتروح المدرج علشان الناس تساعدهم، بياخد ولاده ومراته وزوجته وبتاع عشان يساعد. فانت لازم اللعيب وهو نازل الملعب يعرف ان في ملايين بتتفرج عليه وعايزين يستمتعوا، واللي قاعد على القهوه اللي قاعد في البيت عايز يستمتع بالاداء الممتع من لعيبه النادي الاهلي. فدي تبقى الى جانب النتيجه طبعا والى جانب البطوله اللي انا بحبزها يعني. بالنسبه لسؤالك، اعتقد ان فايلر من يوم ما جه ربنا اراد ان هو بعد يومين بياخد سوبر. وبعدين سوبر غالي قوي، وبعدين طلع افريقيا عمل اداء ما فيش اروع من كده، حتى التبديلات بتاعته فيها توفيق لما ينزل صلاح محسن وينزل وليد سليمان والاثنين ينزلوا كل واحد يجيب جول، وبعدين ابتدى عملت. وانا قلت حتى في قناه الاهلي ساعتها قلت ان الراجل لسه ما بيعرفش اسماء اللعيبه، لما انا قلت الراجل ده المباريات دي مسؤوليه لعيبه، وانت عارف كده مظبوط، 20% المدرب و80% للمدير الفني للعيبه اسف للاسف يعني 80% للعيبه و20% للمدرب. والماتش اللي بعديه السوبر كان نفس القصه. اختلف فايلر بعد الكورونا، بدأ بماتش الزمالك وكان يعني انا كنت حاسس انه التشكيل ما كانش مناسب على الرغم، ويمكن ده يمكن صوت مخالف تماما اللي كان بيتقال في الاستوديوهات التحليليه. النادي الاهلي كان الماتش ده ممكن يكسبه 3-4 صحيح، كره في العارضه، فرص اللي ضاعت لو ترجمت ابو جبل طالع كابتن فتحي. لا لا صح، انت اكيد شفت الماتش وشفت جت لهم 4 فرص جابوا منهم 3 بس طوال 90 دقيقه صحيح. 4 فرص الاربع فرص جابوا منهم 3 اجوال، ودي ده التوفيق يا كابتن هاني. هو التوفيق عامل مهم طبعا كره القدم في التدريب. فريق الزمالك رجليه شيء كانه في اكياس رمل يعني هم احنا متفوقين طول المباراه، حتى في ماتش السوبر احنا متفوقين طول الماتش، كسبوا ضربات جزاء يعني ما كانش فيها توفيق. ويمكن احيانا في مدير فني يقول لك انا مش هدرب ضربات جزاء علشان اللعيبه تبقى تنزل 90 دقيقه تجيب النتيجه، ما تنتظرش ضربات جزاء في دي مدرسه يعني وكده. ففايلر الحقيقه ابتدى يسترجع
ولكن ما فيش شك مدرسه النادي الاهلي انا ممكن انهي باثنين راس حرب. انا مع المدرسه اللي بتقول 4-2-3-1 دي الاستحواذ، الخطوره من الاطراف، التسديد، المندفع من الخلف، الاختراقات، كل الطريقه الجميله اللي النادي الاهلي بيجيب بيها اجوال، دي طريقه اللي احنا جمهور النادي الاهلي بيستمتع بيها من طريقه النقل من مكان من جناح لنجاح، الاستحواذ، كل الامور ديت النادي الاهلي بيستمتع بيها.